صباح النور، صباح الخير مشاهدين الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صباح الامل، صباح الرزق الوفير ان شاء الله على الناس الطيبين، الناس اللي كتبغي الخير لخوتها المسلمين كاملين. اليوم مشيت جبت زيت الجنجلان مقطره من عند واحد السيد في باب داغزولت، تبارك الله صلات عين بهاد الناس اللي ولاو كيقطروا الزيت كثروا، فهمت؟ المهم الحمد لله شكرا لله، حتى حاجه ما بقات صعيبه في الوقت. المهم البنات، انا كنت بغيت نصاوبها لراسي زيت الجنجلان، شفت واحد الفيديو غنطاقي لكم القناه اللي خديت منها الوصفه. انا ما خديتش، ما نقلتش، حيت هي ما حطتش الوصفه ولكن قالتها شفويا. تحيه طيبه كبيره لهاد السيده، وكنقول لها من هذا المنبر على سلامتها من الظروف اللي كانت عايشه فيها. انا هذيك السيده ما كذبش عليكم، قبل كاع ما يطرى لها المشكل وقبل ما توقع في هذوك المشاكل، المهم نتوما غتعرفوا عليها من خلال العنوان في الفيديو، كنت متبعاها على الوصفات اللي كدير وعلى الكريمات وعلى داك الشيء تيعجبني، ما نكذبش عليكم. انا شرفت، شرفت، ولكن انا عزيز عليا شي حاجه ديال البوطي، شي حاجه خاصه بالوجه، شي حاجه خاصه بالشعر، شي حاجه خاصه باليدين. شوفوا يدينا كيولاو بشقة، ورغم ذلك وحق الله العظيم انا عزيز عليا ندير لهم الكريمه وداك الشيء، ولكن الوقت حيت يكون عندي الوقت بزاف في الميناج، شوفوا كي تيولي وانا كنخدم بجابير، كنخدم بالبرودويات، يعني انا ما وصلتش كاع اصلا العمر فاش يكونوا لي يدي هكا مكملتين، ولكن راه الماء 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 يوميا والبرودويات يوميا، ورغم ذلك تندير لهم الكريمات وكنقلب حتى انا على كريمات اللي تيكونوا زوينين وداك الشيء. شي علاش كنتبع انا بزاف تاع الناس اللي كيديروا هذا الشيء ديال لي برودوي والتجميل وهذا، عزيز عليا نتبع. المهم خلاصة القول، خديت هاد الوصفة من عند الأخت اللي حطيت لكم السمية ديالها في العنوان، وخديتها هي قالتها شفويا، أنا خديتها بغيت نطبقها إن شاء الله، حين تشان شعري بدا كيطيح بالخرقة، وبنتي حتى هي مسكينة راه خواليها شعرها خوا، غير هو واحد الكلمة غنقولها، ان هاد الوصفه اللي قالت انا اصلا تنقسم لكم بالله هذيك البوماده اللي غندير، اللي كنت كنديرها من زمان وكنت كنلقى عليها واحد المفعول كبير، غير انا ما كملتش صراحه، قال ما كملتش. ان شاء الله نصاوب معكم الوصفه ونعطيكم داك الشيء اللي المقادير ديالها، وبقاو مع الفيديو ما نطولش عليكم، الا بديت انا راه ما كنتقاداش. ورجعت معكم مشاهدين الكرام، انتما جيت للكوزينه لقيتها حاله، هانتوما شوفوا هذا الشيء كله، هو غادي نغسلو البوطه حتى هي غادي نحكها ان شاء الله، ودرت هنايا سيف الدين دار لي العصير ديال الليمون، حيت البنات غادي ندير لهم واحد الكيكه ديال القرعه، ديك اللي كنت شاركت معكم من شحال هادي كنت درت معكم الكيكه ديال القرعه، اليوم ان شاء الله غادي نديرها لهم وغادي نديرها زوينه ان شاء الله بافكار جديده، وبقاو معايا ان شاء الله حتى الاخر باش نشارك معكم الوصفه ديال الشعر. والله ما حيدت لا حوايج لا حتى شي حاجه، نتوما كما جيت واقفه مقفضه واقفه. يلا بقاو معايا البنات ان شاء الله نشارك معكم الكيكه حتى هي بالزربه، وما حدي زعما بغيت نديرها بغيت نشاركها مع حباباتي. المهم وغادي نشارك معكم نكمل معكم الوصفه اللي قلت لكم ديال الشعر. يلا يلا كمل شويه، راه تيحشمو بركه بركه، جيب شلي لي هذيك الصفايه وجيبها باش نصفي هذا، عاد نطحن معاه القرعه. نتي دابا غنطحن القرعه مع الليمون، باش نديرو الكيكه في القرعه. يلا بقاو معايا، ها سيفتينا هو معاوني، واخا هما كيعاونونا بزاف في الروين، عاد نشوف ياك وليدي
تعاونوا بزاف تديروا الروين ياك الاكثر يا الروين ياك اش حطيتي اليوم اش قريتي يلا راه غادي نصفي هذاك الليمونه هاني غسلت الجرعه غسلت هذيك الشبكه بغيتي تعلم على كويزين لا ما تكمل التربيه ياك كنت عزيزه عليك كرشك عزيزه عليك تاكل انتوما البنات راه طحنت الليمون مع شويه تاع الماء جات كاس الليمون ودرت داك الليمون الصغير صافي رشي معلقه كبيره شكرا علاش اشنو المشكل علاش ما كتبغيوش تبانوا معايا بالقناه واحسن الصراحه احسن ولكن نتوما راه كتبانوا هي راقي السلام للمتابعين ماشي تنقول لكم بقاو معايا من اول الفيديو حتى الاخر كاينه ولا ما كايناش يا الصواب على الا جا عندك شي ضيف ولا دخلتي عند شي ضيف ما غتسلمش معاه الله يهديك وي هاني جايه صافي البنات دابا ها هي القرعه الحمراء ها هي قرطها طريفات وداك الليمون ها هو صفيتو وغادي نطحن زبد صافي 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 حلس غادي نطحن هذا الشيء دابا غادي ناخذ هذا الشيء ونصفيه البنات باش نعاود نخلي على الصداع هذا الشيء كما درت لكم هذا الكيكه شاقت محشات معكم ديجا ولكن دابا درت عليها بدلت فيها شويه ديك الساعه كنت طحنت البيض وطحنت كل شيء مع بعضياتو عاد صفيتو هذا دابا طريقه اخرى وعندي مقادير اخرين جداد ان شاء الله المهم البنات نبداو على بركه الله اول حاجه غادي ندير غندير ثلاثه البيضات اولا اربعه اولا جوج كبار المهم على حسب الاختيار ديال الكيكه حجم الكيكه اللي بغيتو ديرو نتوما بسم الله تكره جوج دراهم تاعتنا هاي 100 ريال ديال حسن الثاني لا جوج دراهم زادنا واقيلا هذيك الولات كبيره جوج دراهم ديالنا كبيره هادي راه هنا خمسه ديال الدراهم المهم لا مكتوب بلاتي نديرها بباندا دري هذيك القديمه هذا حسن الثاني على هذا محمد الثاني ايه والله باقتي ما بقيتيها فين خيتها وصافي ارزا غنديرو ارزا وواحد القريصه في الملحه زوينة ثقيلة راه انا ديك الساعة عاقلة وكانت كانت عندنا ديك الساعة خمسة دراهم خمسة دراهم دايرة تيقولوا ديك الساعة بغا يخرج غير من الأخرى لحسن الثاني وما بقاتش وقيلة هادي راه من الأخرى الأخرى؟ كان بغيت نخرج هي من الأخرى ايوا هادي وقيلة من الأخرى أنا غادي نمشي نقلبها عند داك العمر ما بحال الأخرى عندي هنايا ثلاثه البيضات على الوالد جا الله اكبر ثلاثه البيضات قريصه الملحه وعندي هنا وارزا وعندي هنايا كاس تاع سنيده غادي نغربلها البنات عندي شويه دايره غليظه شفتوها غليظه باقا هنايا ها نتوما وغادي نخلط مزيان الله اكبر لا اله الا الله الغربه هذه البنات باقي انا واقفه المهم هانتوما البنات ما بقيتش ليا قلت ليا التليفون معطوني عندي هنايا الحامض محكوك والليمون محكوك شفتوه مخلط
وغادي ندير واحد المعلقه كبيره ديال الكونفيتير كنشماش. هيا البنات راه كيجيبها واعره انتوما. هيا غادي ندير واحد الكاس ديال الزيت، كاس لاروب، كاس لاروب ما تكثروا كاع الزيت. ها نتوما ما عمرتش الكاس العنبه، عاد البنات غادي ناخذ هذيك القريعه اللي طحنت وصفيت، وداكشي اللي صفيته البنات خبيته في قرعه باش المره اخرى ان شاء الله نعاود ندير به كيكه اخرى. وهذا الشيء حتى هو اللي بيبقى ليا، ها هو قدامكم، غادي نديروه في شي حاجه ان شاء الله ونبدا نخدم به الكيكه، العصير ديال الليمون والقرعه. صافي البنات غادي نخوي كاس، كاس العنبه ديال هذا العصير الليمون والقرعه، كاس العنبه ديال لاروب ديال الزيت، وكاس العنبه ديال السنيده. كتجي واعره البنات هذه الكيكه، كتجي فنه لا في مذاق ولا في الشكل. صافي البنات دابا غادي ندير الدقيق، غادي نرد هاد السنيده وغادي ندير الدقيق. الدقيقه البنات درت غادي ندير ثلاثه الخمارات حمرين، ها هما سديتهم. وبالنسبه للدقيق غادي نديرو مخلط ما بين فرص وقمح. صافي البنات ها نتوما دهنت الطاوه بالزبده ودردرت عليها الدقيق كما كتشوفوا، وسست الطاوه مزيان. غناخذ رقائق اللوز غادي ندير لهم بحال هكا باش يجوني الفوق. بالنسبه لهاد الطاوه اللي كتكون هكا مقلوبه، الا كان اللوز تيكون لتحت في الطاوه كنديروهم هكا من التحت، اما ملي تتكون العكس كناخذو هادو حتى نخويو الخليط عاد كنديرو عليه التزيين ديالنا. غناخذ فواكه الجافه هكا ملونين ونديرهم حتى هما هكا. هي طاحت ليا هنا كاع. صافي تزيين على حسب الرغبه ديالكم نتوما. صافي البنات صافي البنات وغادي نخوي دابا الخليط ديالي. المهم البنات هاد الكيكات عياوني اليوم واحد المجهود درت فيهم. شاهدينا المشاهدين دابا انا صوبت والبنت قالت لك انا اللي قديت، هادي هي اللي درتها، درت فيها هذوك الفواكه الجافه كانت بالمقلاة البارح وانا كنزين البارح. وهذه درتها في طاوة عادية فهمتوا، ورشيت عليها هذاك اللوز إيفيلي طب معاها البنات انتوما. وبنتي دابا كتدهن بالكونفيتير، جاو رائعين. درت جوج كيكات بالنسبه للوصفه اللي قلت لكم ديال الشعر، تقويه الشعر وتطويله. شكرا شكرا للاخت اللي غادي نخلي لكم السميه ديالها لتحت، ما كاين لا داعي لذكرها، انا ما بغيتش المشاكل وسميتو. المهم انا قلت لكم هذه الوصفه فين سمعتها وكتبت لكم زعما السيده اللي قالتها،
ولكن انا مالفا كندير هاد فيرموغا داكشي باش عرف فيرموغال داكشي باش انا عرفت بانها عندها واحد التاثير كبير في تقويه الشعر. المهم البنات هذه الزيت ديال الجنجلان كما قلت لكم راه قطرتها وكما وريتكم في اول فيديو ها نتوما غنخويها كامله هنايا وغادي ندير المقدار اللي غايقدني انا وبنتي. انا غندير التوبه كامله لان غادي نزرع العام مزيان في الشعر غادي نشقق بها شعري ها نتوما شعري وشعر بنتي راه قليل شعري وشعر بنتي بالنسبه للناس اللي عندها الشعر قوي تضاعف الكميه البنات تاخذ جوج قراعي اولا ان شاء الله ملي من بعد ان شاء الله وغادي نخدم معكم هذيك الطريقه اللي قالت الاخت الزيت الروميه بالجنجلان وتقدي الزيت في دارك. انا ان شاء الله من بعد وغادي نشارك معكم هذيك الطريقه فهمتوني. ويا البنات ويا البنات بنضيعها ها نتوما شفتوها هذه واحد شويه طار قد قد رضا قد تصويرها هكا ارضي عليك. المهم انا غادي نعاود المهم تعصروها مزيان وعندكم العينين البنات. المهم دابا غادي نخلط مزيان 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 حتى ينسى جموليات العنصرين ياكو نجيب شي حاجه باش نخلط مزيان غادي نخلط مزيان اولا ديروها فشي قرعه شي قرعه دجاج ولا الميكا على حسب الرغبه وتخلطوا مزيان نخدوها مزيان. انا غادي ندير لها غير هكا فهاد الزيته باش نخدم بها مزيان على راحتي بيديا هانتوما. هز شويه التليفون رضا الله يرضي عليك ملي كاع لقيت اللي بغى يصور ليا محني ومن بعد ان شاء الله ملي نخليها ترتاح واحد شويه ونديرها في شعري نشقق بها شعري مزيان غادي ندير بابي الومنيوم على شعري وندير عليه خريقه عاديه وننعس والمخده البنات فوقاش بغيتو تنعسوا حاولوا ديروا عليها شي سربيته باش تخليوها نقيه فهمتوا. المهم هاد بابي الومنيوم اصلا الا عرفتوا كيفاش تصاوبوا على شعركم ما غيخرج لكم حتى شي حاجه وان شاء الله ان شاء الله تفيدكم. هانتوما كتولي كريمية شتوها شتوها وتشققوا بها شعركم وان شاء الله ان شاء الله تشوفوا النتيجه البنات. من بعد 3 شهور كيبقى الشعر الخايب كيطيح عاد من بعد ان شاء الله كتخلف لكم وكتقاد الشعر مزيان والله القسم. انا شوفوا كنحلف لكم بان هاد فيرموغال كنت كنديرها بوحدها وكانت لايقه ليا ولكن انا ما كملتش فهمتوا وصافي دابا راني هاني اختي عملت بنصيحتك وخلطتها مع زيت ديال الجنجلان وان شاء الله ان شاء الله تعطيني النتيجه. غنبقى كنداومها كل مره في السيمانه جوج مرات في السيمانه هكاك ونبدا نمشي للحمام وان شاء الله نديرو تكون النتيجه ليا وليكم يا ربي وجميع امتي محمد. انا غدا ان شاء الله غنمشي للحمام داكشي باش حضرتها اليوم في الليل وغنديرها على شعري وبسلام عليكم ونتمنى ان شاء الله هادشي اللي شاركت معكم ينفعكم ويدخل عليكم بشي فائده وما تنسونيش حتى انا تفيدوني بالبارطاج الله يستر عليكم. يلا الى اللقاء.